مرت 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، منذ ذلك الحين يكافح اللبنانيون من أجل إعادة الأعمار بينما يعيشون ذكريات مؤلمة، لكن تعثر التحقيق يجعل تضميد الجراح أمرا صعبا. كان جوني عساف في مكتبه المطل على الميناء عندما وقع الانفجار. تحطمت جميع النوافذ، ما تسبب في إصابته في ظهره وتلف معدات بقيمة آلاف الدولارات. مضت 6 أشهر ولم تندمل الجراح بعد. نتعلم باستمرار أن نتخطى. دعونا نشرح الأمر هكذا. المجيء إلى هذا المكتب ما زال مؤلما للغاية. إنه يستعيد كثيرا من المشاعر. إنه يجلب الغضب واليأس في بلد مثل لبنان. خسائر الانفجار لم تكن مالية فحسب، بل نفسية أيضا. ما زلت أشعر بقشعريرة عندما أتحدث عن الانفجار وعندما آتي إلى المكتب بين الحين والآخر، لأنني أريد إعادة بنائه. أشعر أن في الأمر تحديا كبيرا أحاول قبوله. يحاول جاك سعادة إصلاح أجزاء من محله لصنع المخبوزات، لكن الانفجار غير كثيرا وترك جروحا من الصعوبة أن تلتئم، خاصة مع تعثر التحقيق. في شيء بتعرف لبنان هيك هلا عم بيحققوا ويتسلوا كله، ما في شيء جد يعني. راحت على اللي راح. من صرنا 40 سنة هون، 30 سنة فاتحة، 30 سنة ما صار هيك. حرب وضرب اوكي قعدوا بس هيك. بيت كل شيء على المحل جوا، على البيت نكشهم كلهم على الطريق، كل العالم ما بقي حياة. 6 أشهر من الأوجاع، يعتقد معها كثير من اللبنانيين أن حياتهم لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها إلا بدفع التعويضات ومحاسبة المتسببين في الانفجار.